عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تحديدا. النهاردة هنتكلم عن التفكير المستمر في الأشخاص. الحقيقة بيجيلي سؤال مهم جدا جدا، أنا ليه بحب الشخص ده ومتعلق بالشخص ده مع انه مش من نصيبي؟ ليه ربنا وضعه في طريقي وخلاني احبه وخلاني افكر فيه واحنا مش مكتوبين لبعض؟ ايه الحكمة من كده؟ ليه انا بتعذب بهذا التفكير وبهذا الشخص؟ عايز اعيش حياتي مطمئن بشكل طبيعي، مش عارف. حاولت اخرج الشخص من تفكيري وابعد عنه واكرهه، مش قادر. ليه كل اللي بيحصل لي ده؟ ليه بحس ان انا بقابل الشخص اللي انا بحبه في وقت ما ينفعش ان احنا نرتبط فيه ببعض؟ الاجابة بكل بساطة فيك انت. انت اللي خليت نفسك كده، انت اللي خليت نفسك عرضة لهجمات تفكير الآخرين فيك. أي شخص متوافق معك طاقيا يفكر فيك، تنجذب ليه، تتعلق بيه، تفضل تفكر فيه، يفضل يجذبك وتتعلق بيه. علشان كده بقول لكم دايما لازم يكون مجالكم الطاقي قوي. يعني ايه مجالكم الطاقي قوي؟ وايه هو المجال الطاقي ده اصلا؟ مجالك الطاقي ده هو عامل زي البيت اللي انت عايش فيه، بيحميك من اي هجمات. لو البيت الجدران بتاعته مش قوية، اي هجمة هتوقعه وهتهده. اما لو البيت الحوائط والخرسانة بتاعته قوية، مفيش اي حاجة هتأثر فيه. فانت لازم تقوي مجالك الطاقي علشان مش اي شخص يفكر فيك، تنجذب اليه، تتعلق بيه. لازم تحمي نفسك كويس جدا جدا جدا. انت اللي سايب نفسك وسايب روحك وسايب عقلك وسايب ذهنك من غير تنمية، ما بتغذهمش. انت زي ما بيقولوا كده فاضي من جواك. علشان كده اي شخص ممكن يأثر فيك، اي شخص ذبذباته متساوية مع ذبذباتك. لو فكر فيك وبعت لك طاقة حب، مارس تمرين تخاطر بسيط جدا عليك، هتتأثر وهتحس ان انت بتحبه ومرتبط بيه. الشعور اللي انت بتحسه ده وحاسس ان التفكير ده جالك في وقت غلط، ممكن تكون رسالة تعلمك شيء، تتعلم منها شيء، تتعلم منها انك ما تتعلقش باشخاص، تتعلق بربنا، تتعلق بالخالق، تنمي روحك، تغذي روحك. زي ما بتغذي جسدك لازم تغذي روحك، تقوي روحك. لان زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، الروح جزء من المجال الطاقي، العقل جزء من المجال الطاقي. بننمي العقل ازاي؟ بننمي روحنا ازاي؟ بنقوي روحانياتنا ازاي؟ زي ما قلت، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالصدقة، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بالاذكار. كل الحاجات دي بتنمي الجانب الروحي للانسان. فانت الجانب الروحي عندك فاضي مفهوش شيء، والجانب العقلي عندك فاضي مفهوش شيء. فبتتعلق بسرعة جدا جدا بأي شخص، حتى لو مارس تمرين تخاطر بسيط تلاقي نفسك بتحبه ومتعلق بيه. لكن انت لو مغذي روحك كويس، منمي عقلك كويس، بتشتغل على نفسك كتير عشان تقوي نفسك وتعلي ثقتك بنفسك وتقوي مجالك الطاقي، عشان تقدر تواجه الأشخاص من حولك، تقدر تواجه العالم من حولك، تقدر تبقى قوي في قدام الأزمات. ما قلت لكش لا خليك جبل قدام الأزمات، لا، كلنا بنضعف، كلنا بنبكي. البكاء برضو هو متنفس طبيعي لما بنحس بالألم،
كل إنسان بيشعر بالألم وبيشعر بالضيق وبيشعر بألم نفسي كبير جدا لما بيواجه أشخاص أو بيواجه مواقف، لكن الحتة الذكية في الإنسان إن هو ينمي نفسه علشان ما ينجرفش وراء الأحزان وراء الألم النفسي ويحصل له مضاعفات، لا يقوم بسرعة ويجدد من نفسه بسرعة ويطور ذاته بسرعة، ما يحسش إن الألم أثر عليه أكتر من اللازم. هو ده برضو في التفكير المستمر، ما تحس إن أنت متعلق بأشخاص، لو ما جالك الطاقة قوي هتقدر تواجه، لو ما جالك الطاقة ضعيف هتحس ان انت بتنجرف وراء الشخص وتتعلق اكتر بالشخص، وكل ما تحاول تنسى لا هتفتكره اكتر واكتر. فمش شرط ان ربنا وضع الشخص ده في طريقك لانه مش بيحبك او بيعذبك، لا ممكن ربنا عايزك تتقرب منه، عايزك تلجأ له تدعيه، عايز ينمي الجانب الروحي فيك، هتلجأ لربنا، هتدعيه كتير، هتبكي، الدعاء ده هيقربك من ربنا اكتر، ممكن يغير فيك حاجات، ممكن تكون مش منتظم في الصلاة تلاقي نفسك بدأت تنتظم وتدعي ربنا وتصلي وتلاقي حياتك اتغيرت للأفضل. ادعي ربنا كتير، ادعوا ربنا كتير في الفترة دي، تقربوا من ربنا كتير في هذه الفترة اللي انتم بتعانوا منها من هذا التفكير المستمر. انا عايزاكم تكونوا اشخاص اقوياء، كلنا بيجينا زي ما قلت لحظات ضعف، مش عيب، لكن العيب ان احنا نفضل حاطين راسنا في الارض ونفضل نحزن على هذه الامور لوقت كبير جدا جدا. وقتك غالي عليك، وقت الانسان لازم تعرفوا ان وقت الانسان غالي عليه جدا جدا، وقتك استغله استغله. هتستغله في ايه؟ استغله ان انت تساعد انسان، صدقني لو ساعدت انسان، لو ساعدت طفل، لو ساعدت امرأة، لو علمت شخص شيء هتحس بسعادة ما بعدها سعادة. فعشان كده بقول لكم نموا الجانب العقلي، شوفوا انتوا ربنا مايزكوا بايه، كل انسان ربنا مايزه بشيء معين، انت فيك كنز، اكتشف الكنز اللي جواك ونميه وحاول تساعد بيه الاخرين، صدقني هتحس اصلا ان انت ما عندكش وقت ان انت تنشغل باشخاص ولا تفكر في اشخاص، انت بتفكر في اشخاص ليه؟ لان انت زي ما قلت فاضي من جوه، الجانب العقلي عندك عايز يتنمى. شوف انت ربنا ميزك بايه، قوي هذه الميزة عندك، حاول تعلم الناس، اقرأ كتير، افهم كتير، مش تقرأ وتفهم، لا ده انت تطبق اللي بتفهمه واللي بتتعلمه، حاول تساعد الناس من حولك، صدقني هتحس بطاقة خير وطاقة إيجابية وطاقة حب كبيرة جدا جدا، وعمرك ما هتتعلق بأشخاص أبدا أبدا أبدا. نفذوا الكلام اللي أنا بقول لكم عليه ده، صدقوني هتتغيروا للأفضل. مش شرط ان انت مثلا يبقى جواك حاجة وما انتش المجال بتاعك ما فيهوش امكانية ان انت تظهر نفسك، لا انت بمجرد بس ان انت لو تصدقت صدقة ساعدت بها انسان، ده هيحسسك بشعور جميل جدا جدا. وقتك استغله، وقتك استغله في عبادة ربنا، في الشغل اللي بتشتغله، في تنظيم وقتك، يعني خلي حياتك عبارة عن سباق انت عايز تصل فيه لأعلى درجة. انما طول ما انت واقف محلك سر عمال تفكر في شخص، لا حبني لا ما حبنيش، هتفضل واقف مكانك، هتفضل متعلق بالشخص، لا هتطلع ولا هتنزل ولا حياتك هتتغير، وهتفضل عايش وهتفضل عايشة في هذه المأساة لفترة كبيرة جدا جدا. يبقى الحل اللي احنا نغير من نفسنا ونعلي ثقتنا بنفسنا، مفيش مخلوق على وجه الارض يهز ثقتنا في نفسنا، لازم نقدر ذاتنا كويس جدا جدا علشان الاخرين يقدرونا ويعملوا لنا الف حساب ويحبونا زي ما احنا بنحبهم وبنفكر فيهم ومتعلقين بيهم، هما اللي يتعلقوا بينا، هما اللي يتعلقوا بروحنا. ليه؟ لان احنا روحنا اصبحت شعلة ايجابية بتشع الخير، بتشع السلام، بتشع الحب في اي مكان موجودة فيه. لازم تعرفوا ان كل حياتنا عبارة عن طاقة،
الحياة كلها عبارة عن طاقات بنحس بيها، شعور بنشعر بيه بيوجهنا، بيخلينا نتصرف سلوكيات معينة، نفعل أفعال معينة، نتكلم بألفاظ معينة من خلال الطاقة اللي بنحسها وبنشعر بيها. لازم نغير من نفسنا عشان نتغير صح.